ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. على إثر الاحتجاجات المتصاعدة التي انطلقت في عدة مدن أمريكية عقب مقتل مواطن أسود على يد الشرطة، عادت مجموعة القراصنة النضالية المعروفة بالأنونيموس إلى صدارة الأحداث متوعدة بمواجهة شاملة لإجرام الطبقة الحاكمة. الأنونيموس هم مجموعة من القراصنة المجهولين والمنتشرين حول العالم، خرجوا للعلن عام 2008 وقادوا هجمات سيبرانية في عدد من دول العالم خلال السنوات الماضية ضد حكومات في مختلف دول العالم بينها من المنطقة العربية وإفريقيا، كما حدث أخيرا في السودان وزيمبابوي، كما إنهم يواجهون القطاع الخاص والمؤسسات المالية وغيرها. وأكد أحد بياناتهم أن غايتهم هي حقوق الإنسان والعدالة والمساواة العالمية لمواطني كل دولة. وفي غياب تنظيم رسمي لا يعرف عدد القراصنة المذكورين بالضبط، لكن يقدر وجود عشرات إلى مئات الآلاف منهم في مختلف دول العالم، فيما يبلغ عدد متابعي حساب تويتر منسوب إلى المجموعة أزيد من 4 ملايين شخص، وهو الحساب الذي أنشئ عام 2011 ويعرف نفسه بنحن الأنونيموس، نحن مجهولون، لا نسامح ولا ننسى، انتظرونا. وعبر حسابها في تويتر وفيما يشبه أحداث الربيع العربي، عادت مجموعة الأنونيموس إلى نشر بيانات وتوجيهات إلى المواطنين الأمريكيين لمواجهة ما تسميه فساد النخبة الحاكمة، مؤكدة براءتها من أعمال الشغب والعنف وعدم ولائها لأي جهة سياسية، وموجهة انتقادات قاسية للجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. وفي تغريدة نشرت صباح اليوم الاثنين كتبت الأنونيموس: لا يجب أن يخاف الناس من حكومتهم، الحكومات يجب أن تخاف من شعوبها، موزعة الاتهامات على مجلس الطبقة السياسية. إذ تشير تغريدة إلى أن قضية عنصرية الشرطة لا تتعلق بترامب وحده أو بكلينتون، هناك شبكة كاملة متورطة، كما تدعو إلى عدم الوثوق بالمرشح الرئاسي المنافس لترامب جو بايدن. وفي تعليقة أخرى كتبت المجموعة نفسها: نواصل احتجاجاتنا اليوم وغدا وفي اليوم المقبل، التظاهر يعتمد على الثبات ويظهر لمن هم في السلطة أنهم لن يهزمونا. كما تطالب الأمريكيين بعدم الاعتماد على وسائل الإعلام الشهيرة لأنها متحكمون فيها، داعية إلى استقاء الأخبار عبر التواصل الفردي في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر صحفيين مستقلين. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.